للمزيد حول استمرار معاناة المعتقلين في السجون الحكومية ومطالبات ذوي المعتقلين بإطلاق سراح أبنائهم وإعادة محاكمة المعتقلين بشكل عادل، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. مرحبا بك أستاذ علي القيسي. أهلا وسهلا، بارك الله بكم، حياكم الله. مفوضية حقوق الإنسان في العراق تعلن أن السجون الحكومية تفتقر لأبسط المعايير الإنسانية بالمعتقلين، وكذلك تقر أنها تكلف الدولة المليارات أيضا. يعني كل هذه الأمور، وتصر الحكومات المتعاقبة، تصر السلطات، تصر الأحزاب على استمرار اعتقال الآلاف من المعتقلين داخل هذه السجون، لماذا برأيك؟ لأن عمليات الاعتقال في العراق عمليات ثأرية وانتقامية وتقوم على أسس طائفية، ليس القصد منها يعني تحقيق العدالة أو الإصلاح كما متعارف عليه في كل العالم. الاعتقالات في العراق هدفها تغييب لشريحة معينة من الشعب العراقي، لشريحة لمسمى معين، رافض للاحتلال الإيراني، رافض لفساد السلطة، رافض للإجرام اللي يحدث بحق الشعب العراقي والفساد. نعم. أيضا المفوضية اقترحت ما سمي بقانون العقوبات البديلة، برأيك ما فحوى هذا القانون؟ يعني حسب التواصل مع جهات كثيرة في العراق، تأكد لدينا بأن هذا القانون الهدف منه هو إخراج مجموعة معينة من ممن يحزبون على الأحزاب والميليشيات، وخصوصا من تجار المخدرات والمتهمين بقضايا اختلاس وغيرها. ليس للمعتقلين الحقيقيين، معتقلي الرأي، المعتقلين على أساس طائفي، هؤلاء ليس لهم نصيب من هذا. وأنا هنا فقط أقول كلمة لكل العالم، فقط في العراق منذ 10 سنوات البرلمان يناقش قانون عفو عن المعتقلين الأبرياء. أكرر، المعتقلين الأبرياء. أنا حينما يعني ألتقي مع منظمات دولية وأحدثهم يقولون يعني كيف هذا، إذا كانوا معتقلين أبرياء لماذا يحتاجون إلى عفو؟ طيب، ولكن أيضا أستاذ علي، اللجنة القانونية النيابية أعلنت أنه لا نية لنشر قانون العفو، عفو عام جديد خلال الفترة المقبلة. وإن نشر، يعني نحن تعودنا أنه قوانين العفو فقط كلايش تناقش خلال الفترات الانتخابية وتم المزايدة عليها والتكسب من وراءها. أنا أقول يعني هذا اللي يجري الآن وما تسمى بالانتخابات، رغم دعوتنا يعني أنا شخصيا كذا يعني لمقاطعة ما تسمى بهذه الانتخابات، أؤكد بأن هؤلاء يعني أشد من الجلاد ومن الذي يعتقل ومن الذي يشي ومن الذي يتهم، هو هذا الذي يعني يتاجر بالدماء وأسماء. طيب أستاذ علي، فقط نريد أن نفهم موضوع يعني تسنين أو سن قانون ما يسمى بالعقوبات البديلة، يعني لماذا تصر الجهات الحكومية على ذلك في وقت يطالب ذو المعتقلين بإقامة محاكمات عادلة، بإعادة التحقيق وفق معايير إنسانية وفق معايير دولية؟ لماذا تصر تحديدا على هذا القانون أو سن قانون ما يسمى بالعقوبات البديلة؟ هذا ما هي المصلحة؟ الحكومة حين تروج لقانون يخص المعتقلين، من المؤكد أنه لا يخص المعتقلين الذي نعرفهم نحن والذي يجب أن ندافع عنهم ويدافع عنهم العالم، المعتقلين الذي المغيبين قسرا والمعتقلين. هذا القانون الترويج الحكومي الشرس لهذا القانون يدل بأن هناك فئة مستفيدة من أحزاب ومسميات وميليشيات هي التي سوف تستفاد من هذا القانون، وليس للمعتقل العراقي المظلوم أي نصيب فيه. يا سيد الكريم، يعني ملف الاعتقال والتغييب القسري من أكثر الملفات إيلاما ونزفا وجرحا يعني لكل الشعب العراقي. طيب، وأنا أقول يعني يمس مئات بل ملايين. سيد علي، فيما يخص موضوع العفو العام أو سن قانون العفو العام على المعتقلين الأبرياء، هنا بين قوسين الأبرياء،
يعني نعم. ألا تعتقد أنهم ربما يقصدون يعني جهات مثلا تابعة لأحزاب معينة، هم لا يقصدون جميع المعتقلين؟ كما تعلم أن عمليات الاعتقال جرت يعني منذ عام 2003 وحتى اللحظة على قدم وساق، هناك عمليات تغيير ديموغرافي في مناطق معينة، يعني بالتوازي معها هناك عمليات اعتقال كبيرة جدا. يعني هنا بين قوسين، لو سن هذا القانون العفو العام، هل هو في صالح المعتقلين أم في صالح جهة ما؟ إطلاقا هذا القانون، ما يسمى بقانون كل القوانين التي نوقشت، أولا المعتقلين اللي يعتقلون على أساس طائفي وبقصد التغيير الديموغرافي وبقصد التهجير والنزوح والاستيلاء على أموالهم وأملاكهم، هؤلاء يحالون أساسا على مواد لا تشمل ولا تناقش حتى. يعني كل المعتقلين يحالون على، كل معتقلين الأبرياء يحالون على تهمة 4 إرهاب، في حين الـ 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 يعني قوانين العفو والمناقشات لا تتناول هذا الأمر. فمن المؤكد القوانين والقوانين البديلة والعفو العام وكل عفو يناقش هو محصور في فئة معينة من تجار المخدرات والقتلة والسلابة من المنتمين لتلك الميليشيات والأحزاب. إلى أي مدى تتوقع أن يسفر ربما أستاذ علي هذا الضغط الشعبي الكبير عن طريق التظاهرات، عن طريق الاعتصامات السلمية؟ أيضا هي هذه التظاهرات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. إلى أي مدى ترى أنه ممكن أن يسفر عن نتيجة ما بإطلاق سراح المعتقلين داخل هذه السجون؟ لا شك أنه يعني التحرك في هذا المجال أمر جيد، ولكن يجب التركيز على مسألة الانتخابات. أي مرشح من المناطق التي تم تغييب واعتقال ويعني وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان فيها، يجب أن لا يتفاعلوا مع هؤلاء الذي يدعون تمثيلهم، لأنه هذه تكررت أكثر من 3 أو 4 مرات. نعم. لا شك أن الضغط والعمل مع المنظمات الدولية والتظاهر، أما ما تسمى الحكومة العراقية فدائما هي جزء من المشكلة. يا سيدي، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ذكر كلمة واحدة عن الملف المعتقلين والمغيبين قصرا منذ توليهم السلطة في الفترة الأخيرة، مع أنه هو أكثر الملفات إيلاما وجرحا نازفا للعراقيين. طيب سيد علي، هنا العالم كله طبعا منشغل بموضوع جائحة كورونا وغيرها من الأمور، لكن ما يجري في العراق من اكتظاظ في السجون، عدم مراعاة المعايير الإنسانية داخل هذه السجون، ناهيك عن موضوع التعذيب والاعتقال وانتزاع الاعترافات بالقوة، هنا يعني أليس من دور مفترض من المجتمع الدولي لوضع حد هذه الممارسات وبالتالي وضع حد عملية الاعتقال على هذا النحو؟ أولا لا نتوقع أي شيء إيجابي من الحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية ومتمثلة بأحزابها وميليشياتها تسعى إلى قتل هؤلاء والانتقام منهم. الاعتقال أساسا هو يعني تم على أساس انتقامي، يعني مو ثأري، انتقامي ليس له علاقة لا بالعدالة ولا بمخالفة هؤلاء ولا يعني كله وشايات كاذبة وعلى أساس طائفي. المشكلة أكثر من ما خذل العراقيين هو مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق. قد لا يعلم الكثير أن هناك مكتب يعني كبير لحقوق الإنسان في برنامج اليونامي في ممثلية الأمم المتحدة في العراق، وهناك منسقين ويعني أكثر من 30 إلى 40 موظف وسيارات ورواتب فخمة، لكن هؤلاء يعني عموما الأمم المتحدة في العراق، مكتب الأمم المتحدة في العراق خذل الشعب العراقي وطعن الشعب العراقي للأسف. فأنا أعتقد بأنه التغيير يجب أن يأتي بالضغط برفع الصوت ضد ممثلية الأمم المتحدة في العراق، لأنها شريكة في كل الجرائم التي ترتكب في السجون العراقي.
نعم، نشكرك شكرا جزيلا عبر سكايب من لندن، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.